بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتكلم عن موضوع مهم في موضوع الويب سايت لي اوت. باختصار شديد، الويب سايت لي اوت اللي هو كيف احنا نوزع عناصر الشاشة من هيدر وكونتنت ونافيجيشن وفوتر. كنا بنعرف انه الموقع فيه اجزاء اساسية، وفي داخل هذه الاجزاء الاساسية بنضع المحتويات. من المحتويات بتتنوع من روابط، من صور، من نصوص، من فيديوز وما إلى ذلك. كيف بدي أعمل تركيبة عامة للموقع؟ بتتضمن 4 أمور. بتتضمن الهيدر، وبتتضمن الكونتنت اللي في داخله حيكون نافيجيشن وكونتنت مين كونتنت، وبنتكلم في إطار الفوتر. لو إجينا باختصار شديد، يعني تخيلنا رسمة فوق بده يكون على عرض الشاشة هيدر، وأسفل عرض الشاشة بده يكون فوتر، وفي المنتصف حيكون قسم يسار حيكون عبارة عن نافيجيشن بار، وقسم أيمن حيكون عبارة عن الكونتنت. هذا اختصار شديد حتى نتخيل إحنا وين رايحين. لذلك تعال نبدأ نتكلم في هذا الموضوع. نفتح الكود HTML، هاي بنحكي هنا HTML كود. تعالوا نروح على التايتل، بدنا نقول HTML website layout. هاي بنيجي اليوم باستخدام الأوامر في آخر درسين، اللي ما حضرش آخر درسين يرجع يحضرهم. بنتكلم هنا عن درسين الديف ودرس الايه، درس الاي دي والكلاس. هي في عندنا الدرسين هذول مهمين جدا، هم اللي حستخدمهم بالإضافة لبعض الخصائص حستخدمها حتى أبرز هذه الديفيجنز أو هذه الديفز. طيب تعال نشوف الآن اختصار اللي هو الديفيجنز. احنا نستخدم الديف تاج. هذا الديف تاج بده يكون عبارة عن مين؟ عن الهيدر. نيجي الآن على موضوع المحتوى الكونتنت. موضوع المحتوى والكونتنت بده يكون عندي الديف كونتينر. هنا بدي أدخل على موضوع إني أنا بدي أشتغل ضمن الأي دي وضمن الكلاس، يعني بدي أعمل ايدنتيتي، أعرف كل ديف أنا بأبنيه. برجع خطوة للخلف، طالما انا بدي احط الهيدر والهيدر هذا غير مكرر في اطار الصفحه، بعطي لهذا المكان اي دي، يعني ايدنتيتي نمبر، بياخذ رقم وهذا الرقم غير مكرر، وهو بالغالب مش حيكون مفهوم الرقم بقدر ما هو حيكون مفهوم ايدنتيتي، يعني حياخذ اسم متغير لا يتكرر في هذا الدوكيومنت. بنسميه هيدر. باختصار شديد ممكن نسميه اتش 1 اتش H3، سموه هذا عبارة عن متغير ما له علاقة بأسماء التاجز، وإن كان في تاجز بهذا الاسم ولكن لا لا لا, لا يضر ولا يضيم. طيب بنيجي الآن في الديف الثاني، بنتكلم بدي أفتح كونتينر. ليه؟ هذا الديف الكونتينر ممكن نسميه في اي دي برضه، نحط عبارة عن كونتينر لأنه مش حيتكرر الكونتينر، وهذا الكونتينر بدي أسكره بالديف تاع مين؟ الكونتينر. ايش يعني كونتينر؟ يعني عبارة عن هاوية. إذا وجدنا قطاع معين، القطاع بده يكون من اليسار إلى اليمين، وبدنا نحط في داخل القطاع هذا قطاعين. يعني اليوم لما قلت أنا المحتوى بده ينقسم على اليسار سيكشن أو ديفيجن وعلى اليمين ديفيجن، يعني بده يكون في عندي تو ديف بجوار بعضهم البعض. هنا في تريك حنتكلم فيها عند وقتها. إذا أنا بدي أحط قطاعين بجوار بعضهم البعض، ولاحظوا القطاع هذا أو السكشن هذا هو الدف، هذا هو عبارة عن بلوك تاج. لاحظوا معي، بدي أحطهم بجوار بعضهم البعض، يجب إني أحطهم ضمن كونتينر، يجب أحطهم ضمن مين؟ ضمن دف اللي هو أب للتنين هذولا. وضحت كيف؟ أصبح هذه قاعدة يجب إنه نلتزم فيها. بحط الدف الأول بده يكون عبارة عن، ونسميها ممكن نسميه كلاس، ممكن نسميه هذا كلاس او اي دي مش مشكله، بنسميه هاي الناف. ولا احنا حساس احنا اخذنا الاي دي كله بناخذ اي دي حتى ما مش هيتكرر عندي. اذا حبينا يتكرر بنسميه هذا، بنسميه الناف، وبنقول هذا عباره عن مين؟ عن الناف. بنيجي هنا بعدها بنقول الديف في داخله عباره عن، بياخذ اي دي عباره عن مين؟ عن كونتنت، المين كونتنت. طيب هاي اخذنا الكونتينر كان بالطريقه هذه. الديف الاخير هو موضوع الفوتر. بنيجي نقول الديف هنا بده يكون عندي اي دي بتساوي فوتر. هاي الان باختصار ايش صار معنا؟ صممنا الصفحه عباره عن مجموعه من الاقسام، هاي الديف الاول وهي الديف الثاني، عباره عن الكونتينر بده يحتمل اللي هو قسم النافيجيشن حيجي عندي باليسار هيك بالقسم اليسار، وحيكون عندي الكونتنت حيجي بقسم الايمن، وحيكون في النهاية في عندي موضوع الفوتر.
الآن هكذا موقع، هيك اشتغلنا الـ HTML. الآن بعد ما وزعنا العناصر كلها زي ما احنا شايفين باستخدام الـ div tag، لازم نروح الآن على موضوع الـ style sheet حتى نضع الـ style، ومن ضمن الـ style حنحط العرض والارتفاع والألوان والخلفيات وكل الأمور، حنشوف من خلال الـ style كيف بنسوي. ولكن لو احنا نيجي نشوف الآن هل في إشي ظهر عندنا من خلال هذا الـ document، بنروح على الـ website layout، الويب سايت layout، بنفتح بنشوف النتيجة ظهرت عندي بالشكل اللي هو أمامنا. هيو عبارة عن هيدر ناف مين كونتنت، بس هنا في نقطة بدي أحط هنا كلمة فوتر حتى نميز الموضوع. لاحظوا بس، بدي تلاحظوا معايا شغلة واحدة، ألا وهي إنه عندي 1 2 3 4 بلوك تاجز، يعني 4 بلوكات موجودين استخدمنا في عرضهم الديف. الآن دورنا إنه كيف نغير من الستايل تاع كل ديف على حدة. تعال بالمنطق اللي احنا حكيناه بدنا نروح نتكلم على موضوع الستايل. جينا في داخل الستايل بدي احط ستايل خاص في مين؟ في الهيدر. طيب لما انا بتكلم انه الهيدر بدي اصله من خلال الاي دي، ايش بلزمني؟ بلزمني احط الهاشتاج واحط بعد الهاشتاج اسم الهيدر. اوكي، هاي الهيدر وبفتح القوس. وفي داخل الهيدر طالما انا قلت هو عبارة عن هيدر، يعني بده يكون عبارة عن عرض الصفحة، يعني بدي اديله الويدث، مش حيكون الويدث في البكسل، بدي اقول له 100%. طيب ندي له هايت ارتفاع، ندي له ارتفاع ثابت، قوله 70 بكسل، هاي 80 بكسل. حتى نوضح هذا الهيدر بدنا ندي له باك جراوند كلر. الباك جراوند كلر بدي ندي له اياه عباره عن يلو جرين، قول يلو جرين. بعد هيك ايش بنسوي؟ بنروح نقول له الكلر تبعه عباره عن وايت، الكلر عباره عن مين؟ عن وايت. تعال نشوف هل فعلا احنا وصلنا للهيدر بالطريقه اللي احنا شايفينها امامنا. تعال نفتح هيك بنشوف، ايوان اصبح هاي الهيدر اخذ لون خلفيه ولون خط. ولو بدنا نحط الان هذا الهيدر بنحط له اتش 1 او نحط له مثلا نكبر خطه ونحطه في المنتصف، بنقول له تكست الاين، تكست الاين سنتر، الفونت فاميلي، الفونت فاميلي ايش بيكون؟ عباره عن سيريف مثلا او سان سيريف بدون حواف. وتعال نقول له فونت سايز، هاي الفونت سايز نكبره 150 او 200% بحيث انه يكبر الضعف. طيب تعال نشوف ايش اللي صار في الموضوع. هنا لقينا هاي الهيدر صار في المنتصف وصار في الخصائص اللي اعطينا اياها. هذا الكلام بسيط وسهل وجميل. الان بدنا نتكلم في موضوع الناف وفي موضوع المين كونتنت. زي ما حكينا الناف بدنا ناخذ ثلث الصفحه، يعني ياخذ الثلث من هنا الحيز ونديله لمين؟ للناف. ثلث مين؟ ثلث العرض. عرض مين؟ عرض البادي. يعني بنيجي هنا بدنا نصل اول نقطه، نصل للناف. كيف نصل للناف؟ لاحظوا معايا الناف اي دي بطله من خلال الهاشتاج. بنجيب الهاشتاج اللي هنا، هاي الهاشتاج، وبنقول ناف. طيب وبنفتح القوس، بنقول اول شيء الويدث، خلي الويدث ياخذ مين؟ ياخذ اللي هو 33% او 30%، 30%. طيب طالما بقول له 30% بندي له ارتفاع، خلينا نقول 450 بكسل. وبعد هيك بنقول له الباك جراوند كلر عباره عن جرين، خلينا ناخذ جرين. الكلر عباره عن وايت، نكتفي بهذا القدر. الان حنلاقي في تحديات بالمناسبه لما نشوف انه احنا الان رايحين برضه لموضوع الكونتنت، بحيث انه احنا بدنا نحط الكونتنت عباره عن هاشتاج حتى نصل لنحط المؤثرات على الكونتنت. هاشتاج اسم الاي دي، وبنيجي نقول له حط لي الخصائص ما بين القوسين هذولا. بنيجي نقول الخاصيه الاولى هي عباره ايضا عن الويدث، بندي الويدث 70%، هاي 70%. بعد 70% نقول له الهايت بده يكون نفس الارتفاع 450 بكسل. هيك احنا ناويين نحطهم بجوار بعضهم البعض. نقول له باك جراوند كلر سبرينج جرين، هاي بنقول له سبرينج جرين، عائله الجرين. ونقول له الكلر خليه يلو. بنيجي هنا كده بنتكلم على القسم الاخير. ايش هو القسم الاخير؟ اللي هو الفوتر. بنيجي على الفوتر، نوصل للفوتر نفس القصه. الفوتر عباره عن اي دي، بنقول له هاشتاج الاي دي، هاشتاج هاي هاشتاج الاي دي. قديش الاي دي؟ اللي هو الفوتر. هاي بنعمل كوبي من هنا
وهي بيست، وبنفتح القوس وبنقول له هنا الويث. اول شيء نقول له الويث بده يكون عباره عن 100%، وبعد هيك نقول له الويث 100%، الهايت عباره عن 70 بكسل. بنقول له باك جراوند كلر عباره عن بلاك، والايش والكلر عباره عن وايت، اللون الخط عباره عن مين؟ عن لون ابيض وفاصله منقوطه. تعال نشوف ايش اللي صار حتى نتعامل مع الواقع اللي احنا بنشوفه. طيب لاحظوا معايا الناف اخذ 30% من عرض مين؟ من عرض البادي. بنيجي بنقول المين كونتنت اخذ 70%، هذا اخذ 100% الفوتر. الان في عندي تحدي وبدي انتم تجاوبوا عليه من خلال دروس سابقه، كيف ممكن انا اجعل الناف يجي بجوار مين؟ المين كونتنت. هذا الموجود احنا بالمنطق اللي احنا شرحناه انه الدف عباره عن بلوك تاج، وهذا الواقع الطبيعي انه كل بلوك بينزل عن البلوك الثاني وبكون والله تحت بعضهم البعض، مش بجوار بعضهم البعض. طيب ايش اللي اخذناه في السابق وخلينا فيه تحرر لموضوع انه البلوك انعومه؟ نرجع لموضوع التعويم اللي هو الفلوت اتريبيوت. متذكرين ولا مش متذكرينه؟ بنرجع الان في موضوع الفلوت اتريبيوت عند مين؟ عند الناف. بنقول له فلوت يعني عوم لي هذا البلوك وخليه يروح لي على جهه مين؟ الليفت. وتعال لي هنا عوم لي الكونتنت، هيو فلوت الكونتنت، وبرضه خليه يروح ليفت. هنا في تحدي صغير نشوفه، هي انعومنا الاثنين، تعال بس نفتح، لاحظوا وين؟ هي تعوم هذا بجوار هذا. في بروبلم ظهرت عندي، وين الفوتر؟ الفوتر تاه يا جماعه، احنا عومنا المساحه اللي احنا عومناها يجب ان نقوم بتنظيفها بعد مين؟ بعد هذا السكشن، بعد هذا القطاع. شفتوا القطاع هذا؟ يجب ان تتم عمليه الكلير. وين استخدمنا فلوت؟ يجب ان نستخدم كلير بعد مين؟ بعد هذا السكشن او بعد هذا القطاع. طيب ايش القطاع اللي فعلا احتكمنا له وضعنا فيه الناف ووضعنا فيه الكونتنت؟ نرجع لهنا اللي هو الكونتينر. اصبح لازم ان انا اروح اقول بعد الكونتينر، كيف بدي اصل لبعد الكونتينر؟ اول شيء الكونتينر عباره عن مين؟ عباره عن اي دي، بقول له الكونتينر، هاي الكونتينر. كيف انا بدي اصل لبعد الكونتينر؟ في عندي هنا افتر اللي هو نقطتين افتر، يعني وكاني بقول له بعد الكونتينر ايش بدك تحط المؤثرات؟ في عندي كلير، بقول له بوث، يعني اذا في عندي فلوت يمين او يسار اعمل له كلير. بدي اقول له ديسبلاي اللي هو تيبل، وبعد هيك بدي اقول له كونتنت نال. طيب الان في نقطه هنا صغيره اللي بدنا نفهمها، انه احنا الان رايحين لانه ننظف مساحه العمل اللي بعد الكونتينر. هاي بعد الكونتينر ننظف لي مساحه العمل. بنطلع ايش اللي صار الان، احنا امام لي اوت موجود في داخله في هيدر وفي ناف وفي مين كونتنت وفي في داخله فوتر. هيك احنا بنقدر نقول وصلنا لنهايه الدرس، ولكن هاتوا نلخص اللي احنا اخذناه وحكينا فيه. حكينا في امور ثلاثه مهمه، مش امرين زي ما حكينا في اول الدرس. اول امر الا وهو استخدمنا الديف ووزعنا الصفحه، وزعنا عناصر الصفحه الى مجموعه من الديفيجنز هذا في البدايه، ورحنا اعطينا اي دي، وممكن كان يعطينا كلاس ما فيش مشكله بين الاثنين، ولكن الفرق بين الاي دي والكلاس انه الاي دي لا يتكرر، ولكن كلاهما يمكنني من الوصول للديف المحدد، ان انا اوصل للديف هذا تحديدا فبعطي له اي دي او كلاس. اعطينا له اي دي، قدرنا نوصل له ونعطي له المؤثرات منها الويدث والهايت والباك جراوند كلر والكلر. الان الشغله الثانيه اللي احنا حكينا فيها انه وجدنا انه لابد انه نضع كونتينر حتى نضمن التو ديف اللي هنا، ونقوم بتنظيف مساحه العمل اللي بعد هذه المساحه. ليش نظفنا؟ لانه احنا استخدمنا فلوت. وين استخدمنا فلوت؟ يجب ان نقوم تنظيف المنطقه اللي استخدمنا فيها فلوت. المنطقه اللي استخدمنا فيها فلوت هي منطقه الكونتينر، اصبح بعد الكونتينر، يعني نحط كونتينر افتر، بنحط كلير بوث، يعني بننظف المساحة أو إذا كان في فلوت يمين أو يسار. آخر نقطة هو موضوع الفوتر، زي ما احنا حكينا قبل هيك، بدنا نضيف شغلات إلى علاقة في الخط، بنضيف أشياء إلى علاقة في أشياء
ثانية في موضوع الاستايل شيت بنقدر نضيف. هيك بنقدر نقول احنا وصلنا لنهاية الدرس وتمكننا انه احنا نستخدم الديف ونستخدم الفلوت حتى نصل لهذا الشكل، وفي داخل كل ديف فينا نحط المحتويات المختلفة، وان شاء الله في الدروس القادمة حناخد اكثر حتى نتحكم في موضوع اللي اوت وكون لي اوت افضل واكثر جمالا من هذا اللي اوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.